بننتقل لفقرتنا التالية، ودائما ضمن مساحاتنا الصباحية بنضوي على كل شيء جديد بمجال اكتساب المهارات والتهيئة لسوق العمل وريادة الأعمال. اليوم رح نتوقف عند فرصة لتدريب تتيح الفرص للشباب الأكاديمي للحصول على مهارات نوعية. البداية كانت بمناظرة طلابية بالشراكة مع الأمانة السورية للتنمية وصولا إلى الريادة النوعية للمشاريع الصغيرة. نحكي عن أهمية هذا الموضوع أكثر اليوم للشباب السوري لتهيئتهم لسوق العمل والخوض في معارك الحياة والعمل، ليكون اكتساب الخبرة أكيد شخصيا بالإضافة للتعليم. معنا بالاستديو الدكتور منير عباس رئيس جمعية الموارد البشرية والطالبة المستفيدة كارين أبو عقل. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم بصباحنا غير. سعد صباحكم أهلا وسهلا فيكم. نحن نبدأ معك دكتور منير. تدريب نوعي عم يخضع له مجموعة من الشباب والصبايا لاكتساب العديد من المهارات يلي أكيد بتساعدهم لدخول سوق العمل. خلينا نتعرف بداية على هذا التدريب وأهم العناوين يلي عم تكون فيه. بالبداية أول شيء بتشكركم على الاستضافة والإضاءة على هذا النوع من التدريبات، لأنه كثير مهم لدخول الطلاب والخريجين الجدد لسوق العمل. وكمان بدي نوه شوي صغيرة إنه الجمعية هي جمعية إدارة موارد بشرية، أسست ب 14/1/2007 وما زالت هي جمعية أهلية طبعا مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. واحدة من برامجها هو مساعدة الطلاب وتمكينهم من خلال برامج تدريب نوعية لدخول سوق العمل. عملنا هذا النشاط نحن مع الجامعة السورية الخاصة مع كلية إدارة الأعمال، ورحنا تجربة قدمنا ورشة تدريبية فيها مقدمة عن المناظرات الطلابية. هي الورشة عبارة عن ساعة ونص كانت، ولكن ألحقها تدريب نوعي مدته 15 ساعة يقوم من خلال الطالب بممارسة كل الأشياء الممكن يعملها وقت يحكي بمناظرة عن أفكار لا يعلم عنها إلا قبل ربع ساعة. تصوري قديش الوقت قصير، يبقى قديش بده يشتغل على حاله الطالب ليثقف نفسه لحتى يتوقع اي موضوع ممكن يتعرض له يكون هو موضوع المناظره. طبعا هذا المناظرات الطلابيه او الجامعيه هو بالتعاون مع الامانه السوريه للتنميه، هن مع منظمه اليونسكو، هن عم يقدموا برنامج كثير نوعي، فحبينا نحن نستفيد من هذا البرنامج واتينا باحد المدربين المتميزين هو اللي عم يدرب لنا الطلاب. عندنا اكثر من 42 طالب هلا عم يتدربوا، هلا نحن هون موجودين هن بعدهم عم يتدربوا وكل يوم عم تشوفي قفزه نوعية بمهاراتهم. وحبينا نشارك التجربة بالواقع مع أحد الطلاب اللي من يومين بلش وهلأ هو بيحكي لكم عن تجربته. أكيد، وهذا اللي بنحكي عنه معك الدكتور منير دايما بصباحنا غير، أهمية اليوم تهيئ الشباب السوري، لأنه كل الشباب السوري خلال دراسته دائما بحث على عمل، بس دائما تختلف الدراسة العلمية عن الواقع وسوق العمل. رح نسألك كارين الطالبة المستفيدة من هي الدورات، كيف شفتي الفرق؟ يعني نحن عم نحكي عن دورات تدريبية كثيفة خلال 3 أيام، يعني قد ما كان قديش ممكن قادرة تهيئك اليوم للدخول بسوق العمل، وانت كيف فرقتي حالك خلال، لأنه نحن بنعرف على 3 أيام ولسه ما خلصت، بس لما نقول أنه بأول يوم لازم يكون عندك اختبار وما عندك غير بضع ساعات لتهيئي نفسك، يعني كمان بيأثر على الثقة بالنفس والشخصية. أول شيء بتشكركم على الاستضافة وبتشكر الدكتور منير عباس على المبادرة الحلوة، والشكر كمان للأستاذ عماد الدين المصري على تعبه معنا. حقيقة هي تجربة كتير حلوة، فرقت بحالي أنه من قبل اللي كان يكون في عندي شوية خجل، شوية ضعف بالثقة أنه أنا ما أقدر أحكي أو ما أقدر ألقي خطابي مثل ما أنا أكون بدي إياه، بينما بعد المناظرة فرقت به أنه أنا هاي قاعدة الخجل انكسرت عندي، صرت أقدر عندي الثقة بحالي أنه أنا إلي كلمتي، لازم أبديها، لازم أعطيها، لازم أحكيها وإنقلها مثل بالطريقة اللي أنا بدي إياها. تعلمت شغلة كتير مهمة لثقتي بحالي، أنه الصوت له تأثير كتير كبير، النظرات وقت إلقاء الخطاب، إشارات الإيد، كيف علمنا كمان، تعلمت فيها هي الشغلة كتير حلوة، أنه كيف بدي أتعامل بين صوتي وإشارتي ونظرتي، يعني أنه يكونوا كلهم على مستوى واحد، ما أنه يصير في عنا خربطة. نور، مثل ما نلاحظ انه هي مهارات بتشبه المهارات اللي بنستخدمها بوسائل الاعلام او صحيح. حتى مهارات التاثير على الراي العام بشكل عام او الخطابه او الالقاء. بدي ارجع لعندك دكتور منير، خلينا نحكي ليش اليوم موضوع المناظره ليكون ضمن احد العناوين اللي حبيتوا تدربوا الطلاب عليها؟ يا ترى في هل لمستوا حاجه اليوم عند الطلاب او
في نقص اليوم بسوق التدريب بهذا المجال، توجه عالمي، شو اللي خلاكم تختاروا هذا العنوان؟ السؤال كتير مهم، لأنه نحن دائماً عم نمكن الطلاب بمهارات كتابة السيرة الذاتية، كيف بيجتاز مقابلة العمل، كيف بيبحث عن فرصة عمل، ولكن عم نحس دائماً في فجوة هي بشخصية الطالب نفسه. يعني هو نفسه معد وعنده المعلومة بس ما له عارفان كيف يقدمها. كتير في ناس من قبل مقابلات العمل بيظلموا حالهم، بعرفوا انهن كتير أكتر وأقوى بكتير من هن اللي عم يظهروا، ولكن لغة التعبير والتمكين بأنه يحافظ على الكلمة اللي هو جاء باله يقولها، بس يقولها بطريقة يقدر الآخر يسمعها. فهذا النقص كتير موجود عندنا، موجود بسوق العمل بشكل كبير، مو بس عند الطلاب، عند كتير أشخاص بعدة مراحل مهنية بتلاقيهم قويين جدا تكنيكلي بالموضوع التقني، ولكن ما بيعرف يقدر يرتب كلماته بالطريقة اللي هو بيحب إنه يعبر عن نفسه. هذا الشيء لمسناه، ومن وقت ما بلشت هي المبادرة من الأمانة السورية للتنمية حبيت إنه نستثمرها لصالحنا. وهلأ أنا بوعدك إنه نحن كل الطلاب اللي نحن موجودين وقادرين ندربهم كله تدريب مجاني عم ندربهم يا. طبعا عم نقدم له التدريب النوعي يعني الجمعية اللي هي دعمته، وبالتعاون مع برنامج هو عم يتقدم مع المدربين خدمة مجانية لبناء هي المهارات الأساسية. موضوع الخطاب وموضوع المناظرات الطلابية هو عبارة عن أسلوب حضاري جدا لحتى الشخص يعبر عن رأيه بطريقة يتقبل الآخر بكل سهولة. يمكن في شغلة لازم ننوه عليها، إن من أحد الـ الأشياء اللي بيتعلمها المهارة إنه أحيانا بتحكي عن فكرة هي حاملتيها أنت مآمنة فيها، فجأة بيجيك السؤال دافع عن الفكرة المعاكسة لها، فأنت بتادي بقالب الشخص الآخر اللي هو عكسك تماما، وانت بدك تدافع عن فكرته ووجهة نظره. قديش حلو هذا الدور انه احنا نحس بالاخر ما نرفضه ابدا. صحيح. فاي واحد يعاندنا براينا انه ممكن بكل سهوله نمشي معه، نفهم من انه وجهه نظر عم يحكي هذا الراي. فهذا الشيء اللي عم بيعيشوه هلا المتدربين عنا، وانا فخور فيهم. يعني كل يوم عم راقبهم وبقعد بحضر معهم نوع من التشجيع، وكل يوم عم يفرقوا علي. مو هدول طلابي نهائيا اللي انا او قبل التدريب كانوا، هذا الهدف الاساسي من الدورات التدريبيه وعم تحصدوا النتائج، وهي نقطه كثير مهمه اليوم لما نحكي معك دكتور منير عن تدريب الشباب ل خوض سوق العمل وريادة الأعمال. ولما نقول على دورات تدريبية 3-4 أيام حلقات متواصلة، لما نقول تواصل كيف يعبر الطالب وصولا لسوق العمل، كمان في دورات تدريبية لريادة الأعمال النوعية. لما نفسر هيدا الشيء أكثر، يعني غير التواصل غير إعادة الثقة بالنفس، أنا بدي فوت بسوق العمل وخذ هي التجربة، خصوصا الشباب الصغار بدايتهم يعني ما عندهم هي الخبرة، فأنت عم تهيئهم ضمن هي الدورات التدريبية. تمام. نحن هي الدورات التدريبية بنعملها كلها بناء على دراسات احتياجات التدريب بسوق العمل. وجدنا في عنا 3 أنواع من المهارات بينقصوها الطلاب اللي هن داخلين لسوق العمل الجديد. أول شيء هو الثقة بالنفس ولغة الخطابة والمناظرات. ثاني شيء نحن بدنا نصنع جيل من رواد العمل. حتى لو أنت موظفة بوظيفة عادية، أنت بده يكون تفكيرك ريادي كتير، يكون في عندك ابتكار وإبداع لحتى تكوني شريكة بالمؤسسة اللي أنت موجودة فيها أكثر ما تكوني عبء أو موظفة فيها. فلحنا بدنا التفكير الريادي حتى بكل نواحي الحياة، مو بس يكون عنده مشروع صغير أو مشروع ريادي. فبدأنا بورشة عمل تقديمية، ما هي ريادة الأعمال وكيف يصبح أن يكون شخص مثلا رائد عمل، أو خليني أقول ينقى بنفسه عن سوق العمل ويصير هو مولد لي فرص عمل وليس هو عبء كفرصة عمل موجودة على غير قطاعات. هلأ حنعمل دورة تدريبية كمان مدتها 10 ساعات، كيف يكتب الشخص خطة عمل، كيف يقدم هذا الشخص مشروعه لأي جهات ممولة، كيف هذا الشخص يقوم بوضع عدة خطوات لتطبيق خطة العمل تبعته. اللي وجدناه نحن واللي بيعتقدوا كل الناس انه المشكلة بأي مشروع ريادي ما في تمويل، بس يتعلم خطة العمل حيلاقي انه واحدة من أصغر المشاكل هي التمويل. هي لأنه ريادة الأعمال هي عبارة عن تفكير ريادي، هي عبارة عن شخص ممكن يقدم شيء ابتكاري لسوق العمل، وليس مشروع ويستمر يأخذ فيه قرض لحتى يحسنه. فهي الشغلة هي كتير بدنا نركز عليها، لأنه أي شخص مؤمن وعنده شغف بالفكرة تبعته رح تنجح، لأنه إيمانه هو رح ينجح هي الفكرة. هذا التدريب رح يخضعوا له إن شاء الله، وحنعمل أول تجربة ل50 شخص، وحنشوف أيضا المشاريع اللي رح يكتبوها حنقدمها لجهات تمويل، للتمويل الصغير موجودة بسوريا، وتكون تجربة متكاملة. يعني الطالب تدرب صار عنده مهارة ريادة الأعمال، قدم مشروعه أخذ تمويل عليه، وحنحطه تحت المجهر لنراقبه
كيف بده التجربه هي تكون عمليه واقعيه. كثير مهم وحلو هذا الحكي، لانه دائما اهم استثمار بكل البلدان هو الاستثمار بطاقات الشباب وبالشباب نفسهم. رح نرجع ننتقل عندك كارين، خلينا نحكي، حكيتينا عن الفرق اللي لمستيه بعد التدريب. اكيد كل تدريب او تجربه جديده بنخضع لها بالحياه بتحفز عنا شيء ثاني لنخطط لشيء ثاني بالمستقبل. شو عم تخططي لبعدين بعد هذا التدريب، وشو ممكن توجهي تجربه لكل الشباب اليوم يلي ما خضعوا لمثل هاي التدريبات؟ تمام، هلا هي عم خطط لشيء لقدام. وقت اللي خضت تجربه المناظره صراحه فتحت لي كثير مجالات لقدام، ورجتني كثير، يعني مثل ما بيقولوا حطت لي نقطع حروف بمجال دراستي، بمجال شيء لقدام بدرسي تتم دراستي سواء ماجستير او دكتوراه. هي شيء كثير مهم وعلمتني كثير شغلات مهمه، انه انا كيف يعني فتحت طرق معينه قدامي من مبدا الدرس، كيف حوصل، كيف بدي اخوض التجربه، كيف بدي ارتب افكاري، كيف بدي اتعلم اهميه ترتيب الافكار، كيف الاولى شو الثانيه شو الثالثه. هي التجربه كثير كانت حلوه مبدا المناظره. بالنسبة للشباب أنا أكيد بنصح كل الشباب أنهم يقدموا على هاي المناظرة أو على هاي التجارب كلياتها بشكل عام، لأنه هي حتفيد كتير لقدام، وخاصة طلاب الخريجين اللي هن عباب التخرج اللي بدهم يلحقوا موضوع مشروع عمل صغير أو كبير. هي شيء كتير مهم بالنسبة لهم، ما يكون في عنا، بدي أوضح فكرة مهمة، أنه ما يكون في تفكير أنه إذا الجمعية مجانية فأنه الأساتذة أو المدربين فهن أنه حيكونوا ناس عاديين. لا، هن الإنسان كتير قدير وأساتذة كتير مهمين وعندهم التعليم أفكار. التعليم على مستوى عالي، صحيح، التعليم على مستوى عالي، عندهم أفكار كتير قوية وعم ينقلوها لإلنا بطريقة كتير حلوة. يعني هي مانا أنه استلم الفكرة ورسخها بمخي، لا، هي عم تنقل لإلنا بطريقة كتير حلوة، عم تعلمنا التجارب العملية اللي كنا عم نقوم فيها بهاي الجمعية، علمتنا كتير شغلات. يعني هي ما كانت بس شيء نظري، لا، هو كان كمان شيء عملي ليعلمنا كيف نفوت على الحياة بقوة بثقة بدون خجل. كانت تجربة عن جد حلوة كتير. عم يبتسم الدكتور منير لما عم يسمع حديثك، لأنه فعلا حققت الهدف المنشود من الدورات التدريبية. بنتمنى لك التوفيق للطالبة كارين أبو عقل، ونتشكرك دكتور منير عباس رئيس جمعية الموارد البشرية على الجهود اللي عم تقوموا فيه، لأنه مو المهم فقط تهيئة الطلاب للخوض سوق العمل وريادة الأعمال، أنتم عم تأمنون الفرص عمل والاستمرار، هي المهم الاستمرار بهي التهيئة والدعم لكل الشباب السوري، لأنه كل الشباب السوري اليوم عنده طاقة، فمهم جدا نستثمرها بالطريقة الصحيحة. شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لكم ولتواجدكم معنا، وإن شاء الله التميز دائما مرافقكم بكل النشاطات والتدريبات القادمة.